الخدمات يقوم بتنظيف الشوارع العامة بإزالة الردم منها وتطهير القبور الشهداء من أجل عدم إخراج الروائح من القبور. الله يجزيكم خير. الشهداء رحمه الله الذي قصفهم طيران العدو الأسدي، وهذا أعدادهم. ونقوم بتسوية القبور ووضع الأتربة عليها وصيانة كاملة للشواهد. هذه الشواهد، هذول الشهداء من أول الثورة، كل يوم يزدادوا عدد. وإن الله وإن إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا محمد هو قائم بأعمال الشواهد، جزاه الله كل خير. ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ينصرون. فرحين بما أتاهم الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، نحن إن شاء الله لحقينهم على الشهادة إن شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر.